أطلق الاتحاد العام لنساء مصر احتفالية كبرى بمناسبة مرور 60 عاما على تمثيل المرأة المصرية تحت قبة البرلمان. أوضحت رئيسة الاتحاد الدكتورة هدى بدران أنها ناقشت خلال اجتماع مع رئيس مجلس النواب علي عبد العال دور الاتحاد وجهوده نحو تعزيز دور المرأة المصرية، وكذا الحديث حول نضال المرأة تحت قبة البرلمان على مدار تاريخ الحياة النيابية في مصر. مؤتمر مهم زي ما حضرتك قلت، ومهم مش بس بالنسبة للمرأة، هو بيأكد تاريخ مصر المشرف من الناحية السياسية، لأن مصر المرأة دخلت البرلمان قبل دول كتيرة احنا بنتكلم عليها ان هي متقدمة وان هي غربية. على سبيل المثال المرأة المصرية دخلت البرلمان قبل دولة زي سويسرا اللي احنا بنتكلم عليها انها دولة متقدمة جدا. فده بيأكد ان مصر تاريخها مشرف من ناحية السياسية، بيأكد ان وجود المرأة في البرلمان له اثر كبير في صالح المجتمع ككل.